ضمن اوروبا وخلاو صدر اوروبا وما خلاوش صدر افريقيا. حيت لاحظنا هذه واحد خمس سنين ما بقاش واحد 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 بيدغوبيان في صادرات الطماطم المغربيه لاوروبا. يعني اي فلاح الكبار كلهم ناقصوا الطماطم واتجهوا المواد اخرى مثل السوريز مثل العصير مثل الخضر الممكن الحمراء. يعني الطماطم اونيفو ديكسبور الى يومنا هذا ما كيمثلش بزاف، كيمثل 20 حتى 25% الصادرات في المغرب كامله في هذه الساعه. يعني كنهضروا على الطماطم، يعني الطماطم المستديره اللي كيكونسوموها في المغرب. اليوم الوزارات كوزاره وكمعنيين منسقين للصادرات اللي مشاو شافوا الكميات المصدره نحو اوروبا بالطماطم اللي كنهضروا عليها دابا قليله وقليله جدا. يعني المشكل اللي كاين هو قله الناس الفلاح الكبار كان عندهم مساحه كبيره نقصوا الطماطم وداروا لمريض اخرين اللي قابله للتصدير اللي كيربحوا فيها شويه حيت الماطيشه الطماطم ما بقاش فيها الربح وكيخسروا فيها كل عام. يعني هاد ثلاث سنين ولا هاد عام ثلاث سنين متاخص على العامين الاخرى الناس صافي الكبار كلهم ما بقاش عندهم حيدوا تقريبا 80 الى 85% ديال الطماطم المستديره ما بقاش كيديروا عليها الاكسبور بالضبط. تقريبا لا برودكسيون يعني الانتاجيه كتبدا عندنا في المنطقه ديال سوس من شهر 10 عندنا شهر 10 شهر 11 شهر 12 شهر 1 كانت اثمنه دون المستوى. كانوا الفلاحه راه كنخسروا كانت مطيشه من 30 درهم حتى 60 درهم، يعني من درهم حتى 2 درهم. والبري دروفيان ديال المطيشه عندنا بالنسبه للفلاح راه كيفوت حاليا 3 درهم. اش وقع؟ كاين مجموعه ديال الفلاحه اللي ما قدروش يسيروا خاصه الفلاح الصغير. حيت نقطه اخرى نرجع لها هي مهمه، انه المطيشه لا روند الكاليبر 3 راه الغالبيه ديالها كتستعمل غير اما في السوق المحليه ولا تصدر افريقيا. حميد مسعيد رئيس الجمعيه الوطنيه لملففي مصدرين الخضر والفواكه. الحمد لله جينا اليوم درنا هاد الندوه الصحفيه باش نبينوا وننوروا الراي العام على بان المشكل ديال الصادرات الطماطم المغربيه ناحيه اوروبا ماشي هي المشكل في الارتفاع ديالها في السوق الداخلي، لان بان لاحظنا هذه 3 سنين 4 سنين الاخرى بانه جل الفلاحه الكبار اللي كانوا بمساحات هائله كانوا كينتجوا هذا المنتوج هذا بانه تخلوا عليه وبقاو وبدلوه بمنتوجات اخرى مثل السوريز وكوكتيل والكراب والفواكه الحمراء. ويعني بانه هذا هو ماشي هو المشكل ديال الصادرات المغربيه هي اللي زادت في ثمن انتاج الطماطم في المغرب. يعني من قله المساحه هي المسؤوله وكثره المشاكل هذا العام على ما تساقطت الفلاح المطريه وغلاء المنتوجات الفلاحيه اللي كيستعملها الفلاح باش ينمي لا كونتيتي ولا كاليتي البرودوي ديالو هو المسؤول الوحيد اللي ارتفع عليه الاثمنه ديال الطماطم في المغرب ان شاء الله. وحنا كنطمئنوا المواطن وباش نامنوا الامن الغذائي ان شاء الله يا ربي وباش ما يكونش واحد الهلع في رمضان على هذا المنتوج هذا. يعني حنا هضرنا مع المسؤولين باش نقصوا من الصادرات ديالنا عن اوروبا ونزيدوه في الانتاج في الاسواق الداخليه باش ينقصوا الثمن ان شاء الله يا ربي ويكون حرش ياسين نائب الكاتب العام ديال جمعيه الشتوكه المنتجين الفلاحيين اليوم في هذا اللقاء التواصلي بان نور الراي العام لهذا الغلاء اللي كاين شي شويه في النسبه ديال الاثمنه ديال الطماطم. وهو راه غلاء مبرر بالنسبه للاثمنه اللي كتعرفها مثلا حاليا المنتوجات الفلاحيه على سبيل المثال اسمده المدخرات الفلاحيه اللي كنستعملوا فيها اثمنه اللي هي تقريبا نقدر نقولوا اثمنه صاروخيه. هذا مأثر على 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 الانتاج الفلاحي تقريبا نقدر نقولوا من المنطقه ديال اكادير من شهر 10 و11 و12 و1 كانوا اثمنه منخفضه اللي ادى الفلاح انهم نقصوا من هذه المدخرات باش يواكبوا الانتاج ديالهم. هذا مأثر سلبا على الاثمنه اللي كنشهدوها حاليا. هذا انعكاس الاثمنه الباهظه ديال هذه المدخرات
ادى الى نقص ديال 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 الانتاج للدابنه اليا الدابنه دابا الادمنه اللي كنشوفوا. وكاين نقطه اخرى بغيت نديرها هي ديال المضاربه اللي بغيت نقول اليوم مثلا الادمنه ديال الطماطم في السوق ديال انز قال لي هو المزود الاساسي للاسواق الوطنيه بين 4 دراهم حتى 6 دراهم، وكنتفاجئوا بانه كاين اثمنه ديال 12 درهم 13 درهم في مناطق اخرى. احنا من هذا المنبر كنناشدوا الوزاره الوصيه بانه تكون واحد الاليه ديال التتبع، نعرفوا واش كاينه مضاربه، نعرفوا الاشكاليات اللي ادت انه الاثمنه وصلت لهذا المستويات القياسيه. وحنا كفلاحه راه حتى حنا مستهلكين قبل ما نكونوا فلاحه، حتى حنا راه كنعرفوا الاشكاليات ديال السوق، وكنتمنوا من الوزاره تدخل وتدعم الفلاح باش تكون واحد التزويد ديال الاسواق المحليه بالمنتوجات ويكون اثمنه في المتناول للجميع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.